اكتئبوا ونوحوا وابكوا، ليتحول ضحككم إلى نوح وفرحكم إلى غم. رسالة يعقوب إصحاح 4:9. طب يعني هي العملية ناقصة؟ هي يمكن تبقى قريبة من فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. الفرح هو مصدر القوة في حياتي، فلو في أمور في حياتي بتخليني أبكي وأنوح، فأنا واثقة في كده إنه بمجرد أرفع عيني على الرب أنا هستمد قوة عظيمة جدا هتخليني أدوس على الحزن ده، ونظرتي للأمور وقتها هتبقى متغيرة خالص. متهيألي ربنا عايز كل واحد منا إن هو يبقى فرحان، بس لو قالنا إن إحنا نحزن يبقى أكيد في حاجة كبيرة قوي غلط حاصلة. في الآية دي بحس إني في طريق المؤمن إحنا نفتكر إن هو طريق أخضر وسهل جدا وما فيهوش أي صعاب، لكن بالعكس الرب ما وعدش بالراحة في العالم، وعد ان يكون في مشاكل وفي تعب، لكن ثقوا ان قد غلبت العالم. انا بقول الايه دي تذكر لاجل الشعب، لاجل الشعب. احنا مرات كتير يمكن بنقضي حياتنا عاديه، لكن عايزين نقول يا رب يا ليت راسي ماء وعيني ينبوع دموع، ابكي نهارا ليلا قتل بنت شعبي. نبكي لاجل النفوس، نبكي لاجل الظروف، نبكي لاجل المجتمع الذي نعيش فيه، نبكي لاجل الارامل، الايتام، الناس الغرباء. فعلا احنا محتاجين مرات كتيره بنضحك وبنفرح، لكن محتاجين سياده الله في حياتنا علشان يسود فيها. لازم نقدر نوصل للناس دي اللي محدش قدر يوصل لهم او منسيين بمعنى اصح لدى الناس. فكمؤمنين لابد ان احنا ننوح ونبكي على الناس دي. الايه دي الانسان ينكسر، طوبى للمساكين بالروح. يعني في اوقات كتير الانسان ممكن يفتكر ان هو في العالم ممكن يلاقي ملذه، لكن هي ملذه وقتيه مش بتدوم جواه. لكن احنا المفروض ننكسر ويبقى بالروح. يعني ممكن الانسان يبكي البكاء اللي هو بيبقى في تشفع وتقرب من الله، لكن ده في اساسه وفي عمقه ده مش بكاء، ده راحه، لانه بيبكي في الصلاه في الانكسار بالرب. لكن ممكن الانسان يكون بيضحك لحاجه مثلا مسره في العالم، لكن من جواه في نوح وفي بكاء. ممكن يكون بيتكلم عن الحياه، يعني مثالي ان هو بيكون بيتكلم عن حياه الناس في العالم. ناس في العالم ممكن تكون من بره كده واضح انه هما فرحانين ومبسوطين، بس من داخلهم حاجات كتير قوي يعني بتقطع جواهم، حاجات كتير قوي في جروح جواهم كتيره هما مش مدركينها، بس محتاجين ان هما ممكن يعملوا كده عشان يتوبوا عن الحياه اللي هما فيها. مثلا ان سر الفرح هو يسوع، مفيش اي حاجه في الدنيا تسعد وتفرح قد ما يكون يسوع في القلب وفي الحياه، فهو اللي بيغير الحال من حاله، هو اللي يغير الحزن الى فرح. لو مش معاه اعتقد ان حياتنا تبقى كده، لكن واحنا مع المسيح عمر ما حياتنا تبقى فيها نوح او غم. الرب يقصد من كده ان انا حين ان انا مش بمعنى ان انا ابكي، يعني ان انا ابكي على الناس البعاد عن الرب، ان انا اكون مع الرب دايما، ان انا دايما كل وقتي للرب، ان انا اصلي للرب من قلبي بصراخ. مش هو ده الرب، حين أصرخ للرب من قلبي فهنا الرب بيحول بعد كده إلى فرح في حياتي. إنه في ناس كتيرة قوي عايشة فرحانة وعايشة مبسوطة وفاكرة نفسها إنه ده الانبساط الحقيقي، وبتضحك ومفرفشة قوي وبتخرج وبتروح وبتيجي، لكن هي من جواها حزينة قوي، وهيجي يوم عليهم إن هم هيكتئبوا فعلا وهيبقوا مش ده السلام الحقيقي اللي جواهم. أعزائي المشاهدين، الآية اللي احنا واقفين قدامها النهاردة في برنامجنا معنا في آية موجودة في رسالة يعقوب أصحاح 4:9، وبتقول اكتئبوا ونوحوا وابكوا ليتحول ضحككم إلى نوح وفرحكم إلى غم. أكيد مفيش اتنين يختلفوا إن في حاجة سر وراء هذه الدعوة، لأن الخط العام اللي موجود في الكتاب المقدس بيقول لنا إن إحنا لازم نكون فرحانين، وهي دعوة أساساً للفرح، للعلاقة مع الله. وافرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضاً افرحوا، وفرح الرب هو قوتكم. وروح الله اللي بيسكن في المؤمنين ثمر هذا الروح هو محبة،
فرح وسلام، فإيه حكاية الكآبة والغم؟ أكيد مش ده المقصود، أمال إيه ممكن يكون المقصود؟ مفتاح الآية دي هي في الفئة اللي توجه ليها الرسول يعقوب بهذه الكلمات، واللي هي كلمة الله ليهم. الآية دي مش دعوة لكل إنسان ربما حتى لو حب يخفف من وطأها ويقول لا يعني مش حزن ودموع وبكاء ونوح، لكن الفكرة هي الزهد، التقشف في الحياة، الأصوام القاسية، جلد الذات، الحياة دي اللي هي تطهر الإنسان وتطهر النفس، برضو غالباً مش ده المقصود. لكن الفكرة هي زي ما قلنا إيه الفئة المحددة اللي متوجه ليها الكلام هنا. الجزء اللي جات فيه الآية دي بيبتدي من عدد 4 من نفس الإصحاح اللي احنا واقفين قصاده، أصحاح 4 برضو من رسالة يعقوب، وبيقول كده: أيها الزنا والزواني، أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ بيتكلم هنا عن العالم بمعنى شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة. الناس اللي بتحب الحاجات دي وعايشة لها هي في حالة انفصال عن الله، في حالة عداوة فكرية مع الله، موقف معادي لله، عشان كده بتحس بالتمرد، بتحس بالاستمتاع بالحياة اللي هي بتحياها، وده بيقودها للتكبر. عشان كده بعدها على طول في عدد 5: أم تظنون أن الكتاب يقول باطلا؟ الروح الذي فينا يشتاق إلى الحسد، ولكنه يعطي نعمة أعظم، لذلك يقول: يقاوم الله المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. الفكرة هنا هي أنه ربنا بيقول لمين؟ اكتئبوا ونوحوا وابكوا، ضحككم ده ياريت يتحول لبكاء، والنوح والغم والفرح يتحول لغم. بيقول للزناة، بيقول للزواني، بيقول للمستكبرين اللي عايشين حياتهم بالطول والعرض، اللي عندهم بعض المتع اللي بتخليهم يضحكوا يكهكهوا ينبسطوا، يحس ان هم مستمتعين فعلا بالحياة. ربنا بيقول لهم لا، فوقوا، يمكن محتاجين تبكوا على خطاياكوا علشان ده يقودكم لفرح أسمى وأعظم. في الحتة اللي هنا بيقصد إنه البكاء والحزن هنا مش عشان أنا شخص بيحش كده، لكن بنبكي ونحزن على خطايانا ونبكي ونحزن على خطايا غيرنا. ففي الحتة دي لما الناس بتبتدي ترجع لربنا وكده، الناس هنبتدي حزننا ده هنقدر نشوف الناس وهي بتفرح، ولما بترجع هنبتدي نفرح بقى بالناس اللي رجعت دي. أبكي على خطيتي ونوح على خطيتي عشان أقدر أفرح ويتحول فرحي لرقص وأنا بفرح بإنه ربنا بيغفر. هي ما كناش نبكي وننوح على حالتنا وان احنا يا رب محتاجين نتغير وعايزين ايديك يا رب ترفعنا من حالة البؤس والحزن اللي احنا فيها، مش هنختبر الفرح. لكن طول ما الانسان حاسس ان هو كويس وان هو ماشي صح وان هو مش محتاج اي حاجة، هيبقى راضي عن اللي هو فيه، وممكن يكون غلط محدش يقول له لا انت، انا مريتك، انت محتاج ان انت توب عن اللي انت فيه، محتاج تعمل ستوب وتعمل كده ريمايند لذهنك وتتغير عن طرقك وافكارك، توب قدام ربنا. وساعات البكا والدموع بيبقى ليها صدى رائع جدا لما بتعبر عن حالة الإنسان الداخلية. ابكي ونوح، ما ترضاش بحالتك اللي انت فيها، لكن النقلة الحزن والكتاب دي تنقلك لنقلة فرح وبركة من ربنا. الفكرة في الدعوة دي هي دعوة للتوبة، عشان قبلها على طول بيقول لهم اخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم. بيخاطب الناس اللي تحت سلطان إبليس، اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. الفكرة الجميلة الموجودة هنا ان الله منتظر لحظة الاقتراب علشان هو كمان يقترب فورا، فيها عملية مباشرة، اقتربوا الى الله يقترب اليكم. الامر ده جايز في بعض الاحوال يحتاج الى حزن. اتكلم عن الحزن ده الرسول بولس في رسالته الثانية الى اهل كورنثوس، لما بيقول في اصحاح 7 وابتداء من عدد 8: لأني وإن كنت قد أحزنتكم بالرسالة لست أندم، مع أني ندمت، يعني أنا زعلان أن أنا زعلتكم بس برضو مش زعلان، فإني أرى أن تلك الرسالة أحزنتكم ولو إلى ساعة. الآن أنا أفرح لا لأنكم حزنتم، بل لأنكم حزنتم للتوبة، لأنكم حزنتم بحسب مشيئة الله لكي لا تتخسروا منا في شيء، لأن الحزن الذي
بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، أما حزن العالم فينشئ موتا. يبقى هي دعوة للحزن اللي بحسب مشيئة الله، الحزن على خطيئتي والندم اللي يقودني للتوبة وعلشان كده أحصل على خلاص بلا ندامة. آية صعبة التطبيق جدا لأنه بيتكلم عن الاكتئاب على الخطية، وإحنا غالبا ما بنكتئبش وإحنا بنفعل الخطية. هو هنا طبعا يقصد مش معنى اكتئب ومعناها تعيش حياة الاكتئاب والحزن الشديد. في بعض الناس برضو بيفسروا وبياخدوا الآية دي وبيربطها بالمثل بتاع بطرس لما خرج وبكى بكاء مرا. لا، هي المفروض يكون اتجاه القلب ايه؟ اتجاه الخطية، هو التغيير مسارك من الخطية وحياة التوبة وحياة التغيير. الآية دي يعني بخلفيات بسيطة هي بتكلم عن الاكتئاب والحزن على الخطية. محتاج اني اكتئب وقت الخطية، محتاج اني ابقى متضايق لو في خطية، انه حزن لتوبة، حزن لتوبة مش حزن لكآبة وغم، لكن حزن انا لتوبة. أعزائي المشاهدين، عايزين نكون كده صراحة مع بعضينا. في أوقات كتيرة فعلاً بيبقى مفهومنا عن الفرح وعن الحزن مخلوط في ذهننا. ساعات نبقى قاعدين وعملين نضحك، ولو أي حد فينا كده جاب سيرة ربنا ممكن حد يقول له يعني أنت هتقلبها غم كده ولا إيه؟ أحياناً إحنا مش عايزين الحزن اللي بحسب مشيئة الله ده، مش عايزين كده نراجع نفسنا ولا نفكر للحظات احنا ماشيين صح ولا لا، والحاجات اللي مفرحانا دي فعلا مفرحانا ولا احنا عايشين تمثيليه بنخدع بيها اللي حوالينا ونخدع بيها حتى نفسنا. بس من المؤكد ان مش هنقدر نخدع ربنا. احيانا بنحتاج الحزن اللي بحسب مشيئه الله اللي هو يقود للتوبه زي ما الرسول بولس قال. لكن الفكره هنا ان في اوقات كتيره تطبيقنا بيكون غلط، لأن بننحصر بمشاعر ندم وبنقف عند اللحظة دي، ما بيتحولش الندم ده لتوبة. زي إيه؟ يمكن كلنا نعرف قصة الابن الضال. الابن الضال جه في لحظة وقال كم من أجير اللي أبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا، يمكن أنا كنت غلطان إن أنا سبت البيت، لا أقوم وأرجع إلى أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء قدامك. دي لحظة الندم، دي لحظة التفكير، رجع إلى نفسه، لحظة الحزن اللي بحسب مشيئة الله اللي مفروض يقود إلى توبة. إيه هي التوبة؟ فقام وجاء إلى أبيه. لكن لو وقفنا عند المرحلة الأولى ممكن تبقى مشاعر إحساس بالذنب تخلينا نحس بالدونية ونحس بتأثر غير عادي في حياتنا العملية، في علاقتنا مع الآخرين، في علاقتنا حتى بربنا، ونبقى متخيلين ربنا مش ممكن يقبلنا. مش دي المشاعر اللي بتشجع عليها الآية دي اللي بتقول لنا اكتئبوا ونوحوا وابكوا، لكن بتقول لنا ان احنا كمستكبرين او المستكبرين مننا فعلا محتاجين يتواضعوا امام الله فيرفعهم. دي دعوة متوجهة لينا النهاردة نفكر بطريقة مختلفة شوية في حياتنا وفي مواقفها المختلفة.